لكن الى نفس الهيئه الطريقه والكيفيه خطيره 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 في دوري ابطال اوروبا لا زالت خطيره. لا 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 عثمان يفتح الابواب من اجل تثبيت الاقدام من اجل استعاده الكبرياء من اجل مواصله المشوار عدم تكرار خطا الموسم الماضي. ديمبلي يسجل ويتقدم لمصلحة البارسا للكاميروني اونا يتصل الى رافينيا ملعوبة خطيرة. لا 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 يعني بالرغم من ان يعني قدم اداء ترك الكرة تعود الى حارس المرمى شتيغن قتل الجزاء عرضية ملعوبة لا زالت مستمرة حيدة فقط اضاف حكم المباراة نلعب في دقيقة الثانية المباراة الثانية مشاهدينا الكرام هي التبديل الان هنا تصل الى جافي عرضيه من جافي لكن يبعد ديمبلي الان عرضيه داخل منطقه الجزاء فريقه الانتر قادم ابطال اوروبا يبحث عن ان يسجل بعد غياب انتر من اجل التعادل عرضيه داخل منطقه الجزاء كره داخل المرمى باريلا من اجل العوده باريلا من اجل في الجهات اليسرى عن طريق ديمبلي عادك المثالي جدا وتسديدة عرضية خطيرة 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 لكن أيضا نشاهدها ربما في كأس العالم حذلك عند حارس المرمى الكاميرون الجهات اليمنى ماركو رويس أيضا نجح بعد ذلك مارو إيكاردي من معادلة النتيجة الكرة عن طريق سيرجي روبرتو حاول المحاولة وهنا التدخل من الهولندي بأقدام بيدري لكن أيضا تسديدة خطيرة للإنتر قتل جزاء عرضية داخل المنطقة جيكو من جديد لمصلحة التركي تسديدة بشكل مباشر الملعب والمحاولة إلى ركل ليفاندوفسكي عرضية داخل منطقة الجزاء جدا تقدم بشكل رائع وتسديدة عند في التوقيت المناسب وصلت بعد ذلك عرضية من جافي لافينيا عرضية داخل منطقة الجزاء شكيرة جدا للإنتر دمفريس يلعبها لكن بعد ذلك من يمين ماركوس ألونسو ماركوس يبحث عن الثاني كرة بمحاولة ملعوبة لكن المجموعات أمر لن يكون مقبولا لو تروه هو الأقرب من أي وقت مضى من أجل استعادة ذكريات كتبت في الكامب نو وعبور إلى دور قادم لو تروه يسجل يقلب الطاولة يضع في أقل انتصار وحيد فقضية الملعب هنا فيما تبقى انتر ادن جيكو عرضية داخل منطقة الجزاء ديمبلي يدخل الى داخل منطقة الجزاء عثمان ديمبلي مر وتقدم سدد تعني الخروج رسميا او عدم التأهل رسميا دون في المراكز الاربع الاولى كرة داخل منطقة تأتيل من اجل التأتيل من اجل التأتيل داخل المحاولة من ليفان ايضا هنالك راية موجودة جزاء ليفاندوفسكي وابعاد تسديده شباك يونانا ذهبت إلى شباك الإنتر دقائق تسعة أخيرة متبقية من نار دقائق متبقية فيران توريس يبحث عن التقدم محاولة تصل إلى ديمبلي عرضية ملعوبة لك لو تارو مارتينيز خلص 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 لا 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 كوسنز يعلن التأهل كوسنز يضرب في بالدي في الجهات اليسرى عرضية بعيدة لا إيريك غارسيا عرضية داخل منطقة الجزاء راسية العودة من جديد تفتح الأبواب براسية ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي